ما معنى الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ نعم، هذه وقعت لزينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج زيد بن حارثة، فكرهت ذلك كونها قرشية وهي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، كونها قرشية وزيد بن حارثة عبد عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكرهت ذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فاستجابت وتزوجت زيد بن حارثة. زيد زوج محمد بزينب غصبا عن زينب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. جاء محمد إلى زينب وقال تزوجي زيد، قالت لا ما تزوج زيد، قال لك ما فيش حد يقول لا لله ورسوله، أنا بتكلم أنا والله. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة، أنا قضيت، نحن قررنا، أنا والله قررنا زينب تتزوج بزيد، فأنت ما عندكش خيار. تخيل هذه الآية لوحدها، فين رأي المرأة؟ ما فيش. على فكرة لا يذكر حتى اسمها، هي هي ما هو مشكلة المرأة هي دي، أنه لا وجود لها، هي نكرة في الإسلام، ضمير مستتر على طول. ما كان لمؤمنة إذا قضى الله، إحنا قضينا أنك تتزوجي أنت، يلتي اللي ما عندكش اسم، لأن زينب وجدناها في التفسير في القرآن، ما فيش زينب. طيب قررنا أنك تتزوج، ماذا يقول مفسرون؟ يقول تعالى: ذكره لم يكن لمؤمن بالله ورسوله ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله في أنفسهم قضاء أن يتخيروا من أمرهم غير الذي قضى فيهم، خلاص، ويخالف أمر الله وأمر رسوله وقضاءهما فيعصوهما، ومن يعصى الله ورسوله فيما أمر أو نهي فقد ضل ضلال مبين. تخيل لو قالت زينب لا، ستضل ضلال مبين، خلاص عليها الإثم، ستعذب في جهنم بسبب أنه قالت لا لزواج لا ترغبه. يقول: فقد جار عن قصد السبيل وسلك غير سبيل الهدى والرشاد. وذكر أن هذه الآية أيوة نزلت في زينب بنت جحش حين خطبها رسول الله على فتاة زيد بن حارثة، فامتنعت من إنكاحه نفسها، امتنعت، فقال لها الله من سبع سماوات مهتم بالأمر ونزل الآية مخصوص، جبريل جاب لي البرقية اليوم إنه إذا قضى الله ورسوله أمرا خلاص ينفذ، ما عندكش الخيار من أمرك. موضوع بقى زينب بنت جحش، هل تم تحريم التبني لأجل زينب؟ في أخ رشيد، أنت حضرتك والمبشرون عزفتم أوتارا كثيرة، ويعني على هذه السدهاية والاسطوانة المشروخة لما شبعتم. يا أخوانا باختصار شديد، ألا تقرؤون في دين الإسلام؟ لما تقروا في التاريخ عندنا والسيرة كل شيء واضح في تاريخنا وفي سيرتنا أخ رشيد، أن هذا الأمر مستحيل الحدوث. لماذا مستحيل الحدوث؟ من جهة العقل ومن جهة السند. أما من جهة العقل فببساطة شديدة، لأن الذي خطب زينب بنت جحش لزيد هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي ذهب إليها وخطبها إلى زيد، فزينب رفضت، قالت يعني أنا من بنت أسرة كبيرة في قريش وزيد لا يماثلني في هذا النسب فأنا لا أرضى. فأنزل الله عز وجل الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، فرضيت زينب وتزوجت زيدا، واستمر بعد الزواج الحياة بينهما لمدة سنة، إلى أن زيد بدأ يشتكي من عدم التفاهم بينه وبين زينب. لا زيد وحش ولا زينب وحشة، لكن ما فيش بينهم تفاهم. وجاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكو إليه: يا رسول الله أنا عايز أطلق زينب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لا، نصحه بإتمام العشرة. فإزاي حضرتك تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن هذا التشريع نزل من أجل هوى رسول الله في زينب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ببساطة وبهدوء لو كان عايز هو اللي يتجوز زينب كان راح يتجوزها لنفسه. ده زينب أطاعته حينما أمرها أن تتزوج برجل آخر، يبقى بكل بساطة هتطيعه. لفرضنا أنه هو كذاب يعني حشاه صلى الله عليه وسلم، يبقى بكل بساطة ستطيعه لو أنه أمرها أن يتزوجها، يقول لها يا زينب أنا رسول الله وأمرك أن تتزوجك. ده لو بالعقلية بتاعت حضرتك يعني وبتاعت الإخوة المبشرين اللي بيفكروا بهذا المنطق السطحي جدا، ودنك منين يا جحا؟ بدل ما كانوا لا روح يتجوزي زيد كان يتجوزها هو، انتهى الموضوع. ده لو هو كده يعني خلاص يعني يهوى زينب زي ما انت بتقول. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا
أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ذكر بعض العلماء أن هذه الآية نزلت في قصة جليبيب لما تقدم لامرأة من الأنصار فأبى أبواها والبنت وافقت، لكن هذا لا يثبت. وكذلك أورد بعضهم ذلك في قصة بناء النبي، في قصة زواج زيد بن حارثة من زينب بنت جحش، إذ هو مولى وهي قبيلية، ولا يثبت ذلك أيضا.